سبورتيف وتتفرج في ماتش تونس تلعب في كوب دافريك في فيستيفال كارتاج في فيستيفال دو كارتاج. اول مره تفرجت في ماتش في المسرح الاثري بكارتاج وعجبني، وان شاء الله تونس معناها تترشح في للدور النهائي. فرحانين فريمون حاجه اكستراوردينير، فرحانين برشا بتونس اي سورتو 3 بوت سي بارفي، عمرنا ما ريناهم 3 بوت، ديما ان سول بوت ولا متعادلين ولا المره هذه شيخ الشعب التونسي بالكدا يعطيهم الصحه.